تابعونا. النهارده ان شاء الله احنا في السوق القديم هنا في محافظه او مدينه بورسعيد. يلا بينا بقى نشوف العشق مع بعض. وطبعا موسم البطارخ بدا، بطارخ البوري، هنشوف مع بعض البطارخ اهي وهما بيفرغوها من السمك وكمان اسعارها. السلام عليكم، تعرفوا حضرتك؟ اهلا وسهلا. عايزين بقى نشوفك وانت بتفرغ كده البطروخ من السمكه واسعار السمك والبطروخ كمان. ماشي، انت عايزها طبعا. الموسم بدا، الموسم بدا دلوقتي، وفي ناس بتطلب البطارخ بس وفي ناس بتطلب السمك يفرغ بس. تمام، صح كده. عايزينك بقى نشوفك انت بتفرغ كده البطروخ من السمكه بتفرغه ازاي. وهنا البطروخ اهو بالقطر بيقطع. اهو زي ما احنا شايفين كده فرغها، بتبيعوا ده لوحده وده لوحده. تمام كده. السمكه سعرها كام لوحدها والبطروخ سعره كام؟ السمكه نفسها سعرها 30 جنيه. 30 جنيه والبطروخ 300. ارفع 10. ارفع 10 عشان سعر البطروخ 10 اضعاف. طبعا سعر البطروخ 10 اضعاف سعر السمكه، السمكه المفرغه. انما بقى لو حد عايز يشتري السمكه بالبطروخ سعرها كام؟ سعرها تبقى 75 جنيه. 75 سمكه بالبطروخ. سمكه بالبطروخ. الطلب اكتر على البطارخ ولا السمك المفرغ ولا ايه بالظبط؟ الطلب اكتر على ايه، على البطارخ ولا السمك المفرغ؟ لا، السمك المفرغ عشان ده موسمه. السمك المفرغ؟ اه عسل عشان ده ايامه اصلا. ده العيش بلدي ولا مزارع البوري؟ لا، مزارع. مزارع. طبعا لو بلدي الاسعار بتتضاعف برضه، صح؟ ايوه، بتزيد اكتر واكتر. انما ده مزارع اهو، سمك المبطرخ الجميل ده هنا في بورسعيد. عايزين نشوف البطارخ بقى، ورينا البطارخ كده. بسم الله ما شاء الله. لو انا اشتريت 2 كيلو سمك طلع لي قد ايه بطروخ مثلا؟ ممكن ابقى ربع ثمن. ربع او ثمن من 2 كيلو سمك؟ ربع او ثمن من 2 كيلو سمك. ربع او ثمن. ربع او ثمن. ربع او ثمن. ربع او ثمن مع بعض. طبعا الموسم بتاع البطارخ ده اخره لحد امتى؟ بينتهي امتى؟ يعني قدامه شهر ولا حاجه قبل ما ينتهي. قدامه شهر واحد. شهر ولا حاجه ولا اه. فطبعا السحب عليه الايام دي كتير جدا، مش كده؟ تمام، عشان ده ايامه. طب في ناس هنا في السوق بتملحوا؟ بتملح البطارخ. اه، في ناس في السوق هنا أيوة بتملحوا. ليه بقى دايما بتسيبوا الحته دي؟ دي اسمها صدقه، اللي ماسكه البطروخ. صدقه؟ صدقه، اسمها اللي ماسكه البطروخ. اه، اللي ماسكه البطروخ. افرض افرض لو هي مش موجوده او قطعتها. هو البطروخ باظ. باظ. اه، ده قبل ما يستوي، انت بتتكلم قبل ما يستوي، لو اتقطعت يبقى باظ. يبقى باظ. اه. تمام كده. طب انا لو عايز اخدها مثلا واقليها مثلا، اقطعها؟ لا، لما تاخدها تقليها تعملي كده، ده هتضيع الدم اللي فيها، ده دم. اه. الدم ده تعمله مؤاخذة بأي حاجة فضة، هتشدي كده. ايه بالشد معايا كده؟ تمام، العرق ده. عشان دي مؤاخذة، دي دم، وفي زفارة. زفارة، تمام. بتنضفي كده؟ وتروح المؤاخذة يا خليها تروح شايلة ده. اه. الصدفة نفسها. اه. مش تحط في الفيجيتار. اه. 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 كده على طول بتعمل طاجن وبتعمل كل حاجه. وبتعمل طاجن كمان؟ بتعمل طاجن وبتملح وبتعمل اللي نفسك فيه. بتعمل كام في الرز؟ في الرز كمان؟ ازاي في الرز؟ زي صياديه. بتعمل صياديه؟ بتعمل صياديه. احنا بنشكرك جدا، شكرا جزيلا. ربنا يوسع عليكم. واتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. وما تنسوش تدعموني باللايك والشير واشتراك في قناتي اللي يشوف القناه اول مره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استأذنك في رقم التليفون؟ ايوه 012. ايوه 0250 0250 19 19 73، صح كده؟ اسم حضرتك؟ استاذ عبد. تمام، هنا في السوق القديم في مدينه بورسعيد بيشتغلوا. انتوا ما بتشتغلوش غير في البوري والبطارخ والكلام ده؟ في لا، بنشتغل في كل حاجه. في كل حاجه؟ سمك البلد اولا يعني. سمك ايه؟ البلدي. البلدي. اه، بس في الموسم البطارخ. عشان البطارخ. اه، في موسم البطارخ بنشتغل في موسم البطارخ. ايوه. سمك المزارع. شكرا جزيلا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.